مئات الشهداء سقطوا على يد القوات الحكومية والميليشيات، وما زال ذووهم ورفاقهم ينتظرون كشف المتورطين وإنزال القصاص العادل بهم. متظاهرو ثورة تشرين في البصرة نظموا وقفة احتجاجية في ذكرى اغتيال الناشطين إيهاب الوزني ومؤمل أسامة وأزهر الشمري، متهمين السلطات الحكومية بالتستر على القتلة وغض الطرف عن جرائمهم. وقف اليوم استذكار لأرواح شهدائنا الأبطال، شهداء الثورة العظيمة، الشهيد إيهاب الوزني والشهيد مؤمل أسامة والشهيد أزهر الشمري، ونعاهد تلك الدماء التي سقطت مضحية للبلاد، نعاهدها بأننا سنبقى مطالبين ثائرين حتى يتم محاسبة القتلة والقصاص منهم، كما نتهم الحكومة المركزية والحكومة المحلية بدمائهم، لأنهم لهذا اليوم لم يعلنوا عن من قتلهم ولا المسبب بقتلهم. لن ننسى شهدائنا ما دمنا أحياء ثائرين. ويقول المتظاهرون إن الحكومة تتعامل بازدواجية معهم، حيث تنزل سلطاتها أشد العقوبات بالمطالبين بحقوقهم المسلوبة، بينما تتستر على المجرمين والفاسدين. فإحنا وقفنا اليوم تجديد العهد والولاء للشهداء اللي ضحوا بدمائهم لأجل العراق ولأجل القضية ولأجل الوطن ولأجل هذا الشعب المظلوم. فإحنا حاب رسالة نوصلها للحكومة، إحنا الحمد لله مستمرين، ناس غافلين، بعدنا على العهد ويا الشهداء، ما نجامل، ما نبيع، ما نساوم، ما يقدرون يشترون، لأن هاي الشباب رغم قلة أعدادها بس عندها حس ثوري. وثاني شيء الحكومة مساندتهم، اليوم اللي يقتل متظاهر يكافئونه ويسندونه، واللي يطلع تظاهر ينحكم بالإعدام وينطق بيته ورمانه أو يغتالونه. المشكلة وجاي نشوف الشعب العراقي وميت من الجوع بس هو ساكت على الظلم، واليوم البعض من شباب البصرة وقفوا هاي الوقفة، وإن شاء الله معاهدين الشهداء وعوائل الشهداء صامدون لآخر نفس فينا. استذكار المتظاهرين شهداء ثورة تشرين يأتي للتأكيد على الأهداف التي خرجت من أجلها والتي ما زالت تمثل معاناة حقيقية لأهل البصرة وباقي مناطق العراق في ظل الفشل السياسي الذي ترك آثاره على جميع المستويات. لا زالت البصرة تعاني من بنية تحتية، لا وجود لمستشفيات، لا وجود لمدارس، لا وجود لساحات عامة، لا وجود لأماكن ترفيه للمجتمع، فقط أن البصرة متعايشة على التبليط والمقرنص. أما اليوم المسيرة اللي طلعت هي وفاء لدماء الشهداء، أن الشهداء اليوم من قتلوا وانقتلوا على قضية سامية وهي المطالبة بالحقوق. متى تتحقق العدالة لمن خرجوا للمطالبة بحقوق العراقيين ورفضا لما لحق بهم من ظلم وجرائم وما يعانونه من أزمات؟ سؤال لم ولن تجد له إجابة لدى المنشغلين بلعبة الكراسي وصراع المناصب الدائر في العراق.